لحظة غيرت مسار ليل الضاحية الجنوبية، تفجير ما بين الشوطين، اسم أطلقه أهالي منطقة الطيون على التفجير الذي وقع في جادة السيد هادي نصر الله عند دوار شتيلة. في الصباح انجلى المشهد ومعه الرواية شبه الكاملة للحظة وقوع التفجير، وفي التفاصيل أنه قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بدقائق وصلت سيارة من نوع مرسيدس 300 اس اي بيضاء إلى منطقة شتيلة، عبر سائقها باتجاه جادة السيد نصر الله عكس السير تجنبا للعبور على حاجز الجيش المدشم، ولسبب غير مبرر حتى الساعة أوقف السيارة بالعرض في منتصف الطريق ما أثار ريبة المارة على قلتهم. اللي صار كنت جاي أنا على بيتي وعم صف سيارتي، لقيت سيارة المرسيدس فاتت بعكس السير، شبح لونه أبيض سي 300 من القدام 92 تقريبا، لقيته هيك ملبك وواقف بنص الطريق. قلت له أنا صفيت سيارتي ونزلت، قلت له ليش صافف سيارتك هيك هيك ما بيمشي الحال؟ قال لي ما انكسر معي المفتاح. قلت له أنا إيه بس شو بدك تعمل، ما فيك تترك السيارة هيك. قال لي شو بعمل معك مفتاح؟ قلت له أنا إيه معي مفتاح بس سيارتي ما بيمشي الحال، أنت مرسيدس وأنا بأم. قال لي طب بجرب، قلت له أنا أوكي جرب. قام أخذ المفتاح مني ورجع دغري أعطاني إياه، قال لي ما مشي الحال. قلت له أوكي، فحملت حالي وطلعت على البيت. بعدني عم بفتح الباب طلع الانفجار. هذا اللي صار. كيف شكله؟ شكله هيك أسمراني، وجهه مبروم شوي، مجسم أنصح مني شوي صغيرة، وكان قاعد بالسيارة صراحة ما له دقن ما له شيء، شوارب ما له كمان، وأسمران هيك شعره خفيف بس تقريباً شاب. شو عمره؟ شو 33 35 سنة. قدرت تميز شو كان لابس تياب؟ نو 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 لا، كانت عتمة لأنه قدرت تميز معالم وجهه مزبوط يعني إذا ممكن شوف صورة بعرفه. لحظات قليلة مرت خرج فيها الشهيد المفتش الثاني في الأمن العام عبد الكريم حدرج من منزله في المبنى الملاصق لموقع الجريمة، وحين كان يهم في المغادرة بسيارته مع رفيقه في الأمن العام أيضا علي جابر، استوقفه مشهد السيارة في منتصف الطريق، تقدما باتجاهها وسألا السائق عن سبب دخوله عكس السير، فأجاب بلهجة سورية إن المفتاح كسر في السيارة، فطلبا منه أوراق السيارة. عندئذ ارتبك ما دفع جابر إلى التوجه لحاجز الجيش القريب للإبلاغ عنه، فيما حدرج وقف سدا أمامه لمنع فراره. وعندئذ فجر الانتحاري نفسه بالسيارة المعبأة بالمواد المتفجرة، وبحسب خبراء عسكريين جزء من العبوة لم ينفجر. حسب تقدير الخبراء عم بيقولوا بين 35 و 40 كيلوغرام مفتيل صاعق، هذا اللي عم بيقدروه. كانت موزعة بالسيارة؟ نعم هيك. هل صحيح أنه تبلغت أن السيارة بيعت لسوري من بعد ما كانت بيعت سابقة مرة أولى؟ هذا موضوع تحقيق، بعدنا عم نشتغل عليه، في شيء من هالما عم نشتغل عليه، كل هاي المعطيات عم نشتغل عليها. في كاميرات مراقبة قدرتوا تاخذوا كل الأصل؟ عم نشتغل عليها، استلمنا شيء من هالنوع بنشغل عليه. الرواية إذن اقتصرت على لحظة التفجير، أما وجهة السيارة المفخخة ما قبل التفجير وما بعده فما زالت لغزا تعمل الأجهزة المختصة لكشفه، لاسيما أن المعلومات العسكرية نفت أن تكون مواصفات السيارة معممة على الحواجز من ضمن لائحة السيارات المشتبه فيها. الهيئة العليا للإغاثة أجرت أيضا مسحا للمنطقة، واللواء خير وجه نداء إلى كل اللبنانيين أمنيا أو إغاثيا أو أي موضوع كان، يعني مثلنا شايفين نحن ما هنحكي بالأمور الأمنية لأنه نحن كلاتنا لازم نكون حذرين ومستيقظين على كل عمل، لازم نوقف ونفيد الأجهزة الأمنية بكل حادث أو بكل شيء بنشوفه غريب. بس دايما بوجه نداء لكل المواطنين أنه أي حادث بيصير لازم نتعلم أنه نبتعد عن أي موقع بيصير فيه هذا الحادث. ما لازم كل مرة نوجه نداءات لأنه التأخير بالتنفيذ أو بالإنقاذ أو بالعملية الأمنية عم بيتم التأخير من قبل التأخير عن سبب تزاحم الناس. الحمد لله ما في أضرار كتير، يعني إذا أضرار بس ما في عندنا مين، يعني إحنا بلش يت الجيش عطى توجيهاته من الصبح إجوا مسحوا الأضرار كلياتها، وإن شاء الله بكرة بيكون خلص كل شيء يعني. والتعويضات مثل العادي يعني ما في مشكلة، نحن المستندات المهمة وزير المالية إن شاء الله بيكون جاهز دائما مثل ما عودنا بيأمن كل اللي بدنا.
دمار الليل لابد من أن يمحوه النهار، وهكذا كان، انتهى مسح الأضرار ولابد للحياة أن تستمر. هنا في هذه النقطة صراع بين الحياة والموت، بين انتحاري يفجر نفسه كرها بالحياة واستشهادي يقدم نفسه حبا بالحياة وأهلها. هنا منطقة أهلها يحبون الحياة ويحبون بعد كل تفجير أن يظهروا أن الحياة تعود إلى مجاريها. تفجير آخر أضيف إذن إلى مسلسل الإجرام الذي يضرب الضاحية، مسلسل البعض يواجهه ببقائه على ما هو عليه، والبعض الآخر لم ينتظر إعادة فتح الطريق فقرر الرحيل. نانسي السبع، قناة الجديد.